السلام عليكم شباب، يا رب تكونوا بخير وكل اموركم طيبه. ان شاء الله النهارده هنبتدي مع بعض المحاضره الرابعه في المايكرو ايكونومكس. ومحاضره النهارده زي ما احنا ابتدينا في الويك 3 في المحاضره اللي فاتت، خدنا بدايه دخلنا في شابتر 3 اللي هو كان بيتكلم على ديماند اند سبلاي اند ايكوليبريم. خدنا في المحاضره الثالثه ديماند اللي هو الطلب. النهارده ان شاء الله هنتكلم على سبلاي، المحاضره الرابعه. المحاضره الخامسه ان شاء الله الاسبوع الجاي هنشتغل في الايكواليبريم، ماركت ايكواليبريم، توازن السوق. يبقى الاسبوع اللي فات كان الديماند، الاسبوع ده سبلاي، الاسبوع اللي جاي الايكواليبريم ان شاء الله. تعال نشوف مع بعض السبلاي. اهو زي ما حضراتكم شايفين انه شابتر 3 ديماند سبلاي اند ايكواليبريم. طبعا حضراتكم في المحاضره اللي فاتت في الديماند لو فاكرين كنا بنتكلم على انه اللو اوف ديماند او ديماند كيرف شوز ا نيجاتيف ريليشن شيب. فاكرين كنا بنتكلم على الديماند، ديماند لو او ديماند كيرف شوز ا نيجاتيف ريليشن شيب بتوين ذا برايس اوف اني جود اند اتس كوانتيتي ديماندد. ذا برايس اوف اني جود اند اتس كوانتيتي ديماندد، اهو البرايس والكوانتيتي ديماندد، وكانت العلاقه بينهم نيجاتيف. زي ما قلت لك ان المستهلك، المره اللي فاتت كنا بنتكلم الديماند كونسيومر، المستهلك لما يلاقي ان البرايس بتاع السلعه زاد، انت لما تلاقي السلعه سعرها زاد بتعمل ايه؟ بتشتري كميه ايه؟ اقل، اهو بتقلل الكميه. شايف؟ السعر يزيد الكميه تقل، هل الاتجاه واحد ان ذا سيم دايركشن؟ لا، ده في دايركشن مختلف، ده يزيد ده يقل، عشان كده علاقه بينهم علاقه ايه؟ اوبوزيت او نيجاتيف ريليشن شيب. واتفقنا المحاضره اللي فاتت ان البرايس بتاع السلعه بيأثر في الديماند؟ لا، بيأثر فين؟ في الكوانتيتي ديماند. خلي بالك البرايس مش بيأثر في الديماند، البرايس بيأثر فين؟ في الكوانتيتي ديماند. جميل؟ عشان كده قلنا المحاضرة اللي فاتت إن البرايس لما جينا رسمنا الديماند كيرف، فاكرين الديماند كيرف؟ كان ده شكل الديماند كيرف. كنا قلنا المحاضرة اللي فاتت إن البرايس بيعمل إيه في الديماند كيرف؟ هل هو بيعمل شيفتنج؟ لا، بيعمل موفمنت. لما اتفقنا وقلت لك إن لو كان سعر السلعة مثلا أهو، كان سعر السلعة بي 1 أهو، أنا برضو بعمل معاك ريفيجن على المحاضرة اللي فاتت، وده كانت الكوانتيتي ديماند، ده اهو بخبط هنا اجيب الكوانتيتي ديماند تبقى كيو دي 1، ادي كيو دي 1. جميل؟ فلو البرايس زاد زي ما قلنا، انت حضرتك هتشتري سلعه كميه ايه؟ هتشتري كميه اقل، اهو الكوانتيتي ديماند بتاعتك ايه؟ بص البرايس زاد اهو، بص طالع لفوق الكوانتيتي ديماند بتاعتك اهو، اخبط في الديماند انزل تحت هات الكوانتيتي ديماند، الله لقيت ان الكوانتيتي ديماند كيو 2 مالها؟ قلت، انخفضت. يبقى معنى كده ايه؟ ان البرايس لما بيزيد الكوانتيتي ديماند بتقل. طب انا لما البرايس يزيد الكوانتيتي ديماند بتقل، دي انا كنت عند النقطه دي وبقيت عند النقطه دي، انا اللي انا عملته ايه؟ اتحركت من النقطه للثانيه على نفس الديماند كيرف. الحركه دي اسمها ايه؟ شيفتنج. اسمها ايه؟ موفمنت. يبقى موفينج فروم وان بوينت تو انذر بوينت اون ذا سيم ديماند كيرف، ده اسمها موفمنت، وده بيحصل نتيجه ان حصل تشينج فين؟ في البرايس. يبقى المحاضره اللي فاتت اكدنا على فكره ان البرايس وين ذا برايس تشينج، لما البرايس بيتغير اللي بتغير حاجتين، بيتغير ان انا بعمل تغيير في change in quantity demanded او quantity demanded اتغيرت وعملت movement without shifting. يبقى البرايس بيعمل ايه؟ بيعمل تغير في quantity demanded وبيعمل كمان وبيعمل movement not shifting. جميل؟ ده كانت المحاضرة اللي فاتت كانت demand. يبقى demand كان negative relationship. تعالوا النهارده نتكلم على supply. السبلاي طبعا هنبتدي تقريبا محاضره النهارده هي نفسها محاضره المره اللي فاتت، بس العكس. ازاي بقى؟ السبلاي هنا اللي هو بنتكلم على البروديوسر، ودايما لما تيجي تفكر في البروديوسر فكر في البروديوسر لوحده، مالكش دعوه بالكونسيومر، ما يصعبش عليك المستهلك، فكر بتفكير المنتج بس، انا يهمني مصلحتي. المنتج بقى بيفكر عكس المستهلك تماما. ازاي؟ السبلاي لو او السبلاي كيرف بيوضح العلاقه البوزيتيف ريليشن شيب، ريفير تو زي ما هنشوف في السلايد اللي جايه، ريفير تو ذا بوزيتيف ريليشن شيب بتوين ذا برايس اوف اني جود، اهو البرايس السعر بتاع اي سلعه، البرايس بي زي ما كنا بنربط له في المحاضره اللي فاتت، اند اتس كوانتيتي سبلايد. المره دي ما بقولش بقى كوانتيتي ديماند، بقول كوانتيتي سبلايد، الكميه المعروضه، الكميه اللي بينتجها المنتج. اهو the positive relationship between the price of any good and its quantity supply. يعني ايه positive relationship؟ المنتج دايما مصلحته بتتحقق لما السعر يزيد. انا كمنتج لما الاقي سعر السلعه يزيد، المنتج يحصل ايه؟ يفرح ولا يزعل؟ يفرح جدا، لان كل لما السعر في الماركت يزيد ده معناه ان السلعه بقت مربحه ليه اكتر.
بتغطي الكوست وبرودكشن اللي هو بيتحملها. عشان انتج سلعه في كوست وبرودكشن، فانا يهمني عشان اغطي الكوست وبرودكشن ان يكون سعر السلعه يزيد. فانا لو نزلت الماركت از بروديوسر لقيت ان السلعه اللي ببيعها سعرها زيد على، انا هعمل ايه في الكوانتيتي سبلاي؟ هزودها، ده مصلحتي، هزود الكوانتيتي سبلاي. يبقى بصوا اهو زيد زيد في نفس الاتجاه، عشان كده العلاقه علاقه ايه؟ بوزيتيف. يبقى ذا سبلاي ثيوري، ذا لو اوف سبلاي، ذا سبلاي كيرف ريفير تو ذا بوزيتيف ولا نيجاتيف ريليشن شيب؟ ريفير تو ذا بوزيتيف ريليشن شيب، ريفير تو ذا بوزيتيف ريليشن شيب بتوين ذا برايس اوف اني جود اند اتس كوانتيتي سبلايد. يعني ايه بوزيتيف ريليشن شيب؟ if the price increase quantity supplied will increase and vice versa. vice versa يعني if the price decreases، لو price حصل فيه ان البرايس بتاع السلعه قل، السلعه كده ده يزعل المنتج، يزعله ان كده السعر ده هو مش هيكسبه نفس المكسب اللي كان بيكسبه الاول. فيعمل ايه في الكوانتيتي سبلايد؟ في نفس الاتجاه الكوانتيتي سبلايد will decrease، will decrease اهو، يبقى الـ price decrease quantity supplied also will decrease. يبقى الاثنين في نفس الاتجاه، so we have a positive relationship. يبقى الـ law of supply قانون العرض أو supply curve منحنى العرض بي refer to ايه؟ refer to the positive relationship between the price of any good and its quantity supplied. وفي كلمة مشهورة بنقولها ايه؟ other things being equal، على افتراض ان العوامل التانية بتكون ثابتة. تعال نشوف ده، هشوف في السلايد اللي جاية شكل اللو اوف سبلاي شكله ايه، والسلايد اللي بعدها طلع الكراسة بتاعتك السعيد عشان هنرسم مع بعض شكل السبلاي كيرف. اوكي، منين نتكلم على السبلاي؟ في البداية لازم نقول الاول يعني ايه معنى the law of supply or the supply curve. The law of supply or the supply curve refers to the positive relationship between the price of any good and its quantity supplied, other things being equal. قانون العرض، العرض احنا بنتكلم على البروديوسر، على المنتج، فدايما في جانب السبلاي بالنسبه للبروديوسر دايما هنلاقي ان في بوزيتيف ريليشن شيب بين البرايس اوف اني جود اند اتس كوانتيتي سبلايد. اند ذس مين وين ذا برايس انكريز the quantity supplied also will increase and vice versa. vice versa mean when the price of any good decrease the quantity supplied of this good also will decrease. okay, so we have positive relationship between the price of any good and its quantity supplied. okay, and this mean as I said in slide number two, if the price of a good x increase, you see increase, this is a direction. okay, what will happen to the quantity supplied? as we said, we have positive relationship, so the quantity supplied of good x also will increase. you see the direction, in the same direction. so when the price increases, the quantity supplied also will increase, and vice versa. and vice versa mean when the price of any good decrease, okay, the quantity supplied of this good also will decrease. so decrease and decrease in the same direction. okay, تعالوا نشوف مع بعض يا شباب ازاي بقى ممكن نرسم السبلاي كيرف. زي ما قلت لك انه the law of supply او the supply law, supply curve, they have the same meaning, refer to the positive relationship, positive relationship between the price of any good and its quantity supplied. وقلت لك في الاخر كلمه ايه؟ other things being equal. يعني ايه؟ هنلاقي نفسنا اهو، انا عايزك ترسم معايا بالمسطره بتاعتك، بالكراسه بتاعتك، هترسم معايا تو اكسس، محورين. هوريزونتال اكسس هنكتب عليه كوانتيتي سبلاي، دايما نحط تحت الكوانتيتي سبلاي، ما تحطش البرايس تحت، تحط دايما الكوانتيتي سبلاي تحت. وفوق حط مين؟ حط البرايس، فوق هنحط البرايس بي 1. جميل؟ او بي سوري، ما في بي من غير بي 1، البرايس عموما. هنلاقي ان السبلاي كيرف عشان تبقى العلاقه بوزيتيف بين البرايس والكوانتيتي سبلاي بياخد شكل ازاي؟ بياخد شكل معاكس لشكل الديماند، بياخد الشكل ده. ممكن ترسمه بمسطره، ممكن ترسمه كيرف، يعني انا ده اعمله بمسطره بس معلش القلم مش متحكم فيه. هو ده السبلاي كيرف. بصوا يا جماعه، ده هو سبلاي، اس سبلاي كيرف. ليه العلاقه بوزيتيف ما بين البرايس بي والكوانتيتي سبلاي كيو اس؟ لان بصوا يا شباب، ادي اهو، ادي زي ما قلت لك انه لو البرايس بي 1، لاحظوا
عايز اعرف الكوانتيتي سبلايد. او ماشي 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 بالمسطره لغايه ما خبطت هنا في السبلاي كيرف، واللي انا خبطت فيه في السبلاي كيرف ممكن ننزل تحت كده اهو، ننزل 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 نلاقي نفسي الكوانتيتي سبلاي بتاعتي عباره عن كيو اس 1 او كيو اس 1 كوانتيتي سبلايد 1. ويا ريت النقطه دي نسميها، ممكن نسميها النقطه ايه، هقول لك ليه سميناها دلوقتي مع بعض. وممكن نلاقي، طب انا كبروديوسر في الماركت نزلت الشهر اللي بعد كده ابيع السلعه اللي انا انتجتها، لقيت ان البرايس زاد بقى بي 2. بص البرايس بدل بقى بي 1 بقى بي 2، السعر زاد لفوق. السعر لما يزيد يطلع لاعلى هيحصل ايه؟ تعال نشوف مع بعض وات ويل هابن تو ذا كوانتيتي سبلاي. بص يا جماعه اهو بالمسطره بتاعتي خبطت هنا بقى في نقطه، وانزل تحت بالمسطره بتاعتي لقيت نفسي تحت في كوانتيتي سبلاي جديده حصلت اهو، كيو اس جديده، ممكن نسميها كوانتيتي سبلاي نسميها كيو اس 2. بصوا يا جماعه الكوانتيتي سبلاي زادت بقت كيو اس 2. بصوا يا شباب البرايس زاد الكوانتيتي سبلاي زادت، عشان كده في علاقه بينهم، علاقه في نفس الاتجاه. سو وي هاف ا بوزيتيف ريليشن شيب، هو ده اللو اوف سبلاي او سبلاي لو، انه ريفير تو ذا بوزيتيف ريليشن شيب بتوين ذا برايس اند كوانتيتي سبلاي. ويا ريت النقطه اللي فوق دي نسميها النقطه بي، نسمي النقطه دي بي. لاحظوا يا جماعه ان لما البرايس اتغير حصل ايه؟ حصل تشينج في الكوانتيتي سبلاي، واتحركت من نقطه ال بي، وانا الحركه من ال بي لفوق دي، لما اتحرك من نقطه ال بي انا كده عملت شيفتنج. هل انا حركت السبلاي كيرف كله يمين او شمال؟ لا خالص، الشيفتنج ان احرك يمين او شمال انا ما حركتوش، انا عملت ايه؟ انا كل اللي عملت ان انا عملت اتحركت من نقطه لنقطه ثانيه on the same supply curve. الحركه دي اسمها ايه؟ movement. يبقى moving from A to B دي اسمها ايه الحركه دي؟ اسمها movement. movement along the same supply curve. يبقى انا ممكن تعمل معايا ايه؟ عشان ده مش موجود في السلايد. اكتب معايا النوت دي، اكتب معايا الملحوظه دي، ده كده كده موجود على المنصه، موجود البي دي اف بتاع الفايل بتاع المحاضره. اكتب على 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 الصفحه دي، اكتب عليها الكلمتين دول، اكتب كده ايه؟ when the price change. انا بتكلم when the price، when the price change، لما البرايس بيتغير، when the price change يحصل في البرايس تغيير، بيحصل ايه؟ هيحصل حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ انا بحاول بعافر مع القلم بتاعي ان اكتب change عشان ابسط لك المعلومه. when the price change هيحصل حاجتين، هتكتب كده في السطر تحت كده 1 والسطر اللي بعده 2. ايه الحاجه الاولى؟ مش هيتغير حاجه على الرسم ده غير حاجه ثانيه، البرايس اتغير اهو، في تغيير من بي 1 لبي 2. التغيير الثاني هو الكوانتيتي سبلاي. يبقى نقول ان ايه؟ كوانتيتي سبلايد، كوانتيتي سبلايد تشينج، اقول له كوانتيتي سبلاي كيو اس تشينج، اللي هيحصل تغير في الكوانتيتي سبلايد. نوت ايه؟ نوت ايه؟ مش مين، مش مين اللي اتغير؟ نوت سبلاي. يبقى نكتب كده بين قوسين، نفتح قوس كده اكتب ايه؟ نوت سبلاي. يا جماعه البرايس مش بيغير السبلاي، بيغير مين بس؟ كوانتيتي سبلاي اهو. يبقى نكتب 1 كوانتيتي سبلاي تشينج، نوت، نوت مين؟ نوت سبلاي. السبلاي، هل السبلاي اتغير؟ على نفس السبلاي كيرف. يبقى كوانتيتي سبلاي تشينج نوت سبلاي. يبقى ده اول حاجه. 2 نكتب 2 ايه بقى؟ زير ويل بي شيفتنج ولا موفمنت؟ موفمنت اهو. يبقى نكتب كده ايه؟ 2 موفمنت، موفمنت. اكتب انت بقى، يعني اكتب في 2 movement from one point to another point along the same supply curve. movement from one point to another point along the same supply curve. ان اتحركت من النقطه للثانيه على نفس السبلاي كيرف. اهو انا اتحركت من نقطه ايه زي ما انتم شايفين على الرسمه، اهو النقطه ايه، اتحركت للنقطه دي along the same supply curve. اوكي okay. on the same supply curve. ادي انا وضحت لك السبلاي كير والعلاقه البوزيتيف بين البرايس والكوانتيتي سبلايد، وان احنا بنعمل لما البرايس بيتغير بيحصل تغير في الكوانتيتي سبلايد. خلي بالك مين اللي بيتغير على طول السبلاي كير؟ مفيش حاجه بتتغير على السبلاي كير غير حاجتين مالهمش تالت. ايه هما؟ البرايس والكوانتيتي سبلاي، دول اللي بيتغيروا، لكن اذر ثينجز بينج ايكوال، بنفترض ان هما ثابتين. ايه العوامل الثانيه بقى اللي بتفضل ايكوال وبتفضل ثابته على طول السبلاي كير؟ السبلاي كير العوامل الثانيه بتفضل ثابته، مش بتغير عليه غير البرايس والكوانتيتي سبلاي. مفيش حاجه بتتغير غير الحاجتين دول، البرايس والكوانتيتي سبلاي، لكن اذر ثينجز ثينج ايكوال. ايه العوامل الثانيه دول؟ خمس عوامل دول بيفضلوا ثابتين، لو اتغيروا مش هنعمل موفمنت بقى، لو اتغيروا العوامل دي اللي احنا بنفترض ثباتها هيحصل شيفتنج. ايه هم العوامل دي؟ ان شاء الله هنيجي مكانهم، هيجي ميعادهم
بعد ما اخلص الموفمنت هقول لك ايه هما العوامل اللي احنا بنفترض ثباتهم على طول السبلاي كيرف، ولو اتغيروا بيحصل ايه بالظبط هنعرف كمان شويه. هتلاقي في السلايد ان سلايد نمبر 3 we have example to show the positive relationship between price and the quantity supplied. As I said before, when the price increase, this will encourage producers to increase the quantity supplied. لما السعر بتاع أي سلعة بيزيد في الماركت في السوق، ده بيشجع المنتج بتاع السلعة إنه يعمل إيه في إنتاجه، بيشجعه إن هو يزود إنتاجه، تمام؟ ده هو دوت اللو أوف سبلاي، هو ده سبلاي كيرف، هو ده قانون العرض أو المنحنى العرض، تمام؟ هنلاقي أهو في المثال اللي موجود عندنا أهو، البرايس كان الأول 10 and then became 15 and now became 20. You see 10, 15, 20. What is happening to the price? The price is increasing. Increasing from 10 to 15 and finally to 20. What is happening to the quantity supplied? Okay, you see the quantity supplied was firstly 100 and now 150 and finally 200. What is happening to the quantity supplied? The quantity supplied also is increasing. So when the price is increasing, the quantity supplied will increase. And this is showing us the positive relationship between the price and the quantity supplied. You see, this is the supply curve, I say. The supply curve, when the price is 10, the quantity supplied here, you see, the quantity supplied is 100. And when the price increased to 15, you see, what is happening to the quantity supplied? The quantity supplied also increased to 150. Okay? And when the price increased from 15 to 20, what is happening to the quantity supplied? The quantity supplied will increase from, you see, from 150 to 200. So there is a positive relationship. And the positive relationship, you can see it on the supply curve. Okay. تعالوا يا شباب بقى نشوف موضوع الموفمنت along the supply curve بيبقى شكل ازاي الموفمنت. زي ما عملنا في المحاضره اللي فاتت، في المحاضره الثالثه الموفمنت along the demand curve، وقسمنا السبوره لو تفتكر نصين، تعال نعمل برضو شكل الموفمنت بتاعه السبلاي curve. هتعمل ايه بقى؟ انا عايزك تكتب العنوان ده عندك في الكراسه بتاعتك، موفمنت along the supply curve. هنقسم الموفمنت في السبلاي كيرف لحاجتين. We have two types of movement. هنقسم الكراسه نصين. اهو الصفحه نصين. هنكتب في النص الاول موفمنت اسمها موفمنت اب. هنعمل موفمنت اب along the same supply curve. موفمنت الاعلى. والثانيه هنعمل فيها موفمنت داون. موفمنت الاسفل. هنكتب هنا داون. الموفمنت ممكن تكون موفمنت اب وممكن تكون موفمنت داون. وهنقسم الكراسه كده بالنص يعني عشان خاطر ايه نفرق ما بين الاثنين. اهو هنيجي في الموفمنت اب هنعمل ايه؟ هقوم راسم اهو، راسم كده اهو تو سبلاي تو اكسس. انا اسف، تحت هنقول ادي عندي كوانتيتي سبلايد، ادي كوانتيتي سبلايد، وفوق هنا هنحط البرايس، برايس بي. جميل. وهنرسم سبلاي كيرف. السبلاي كيرف بتاعنا هنرسم سبلاي كيرف عادي بالمسطره اهو، هنسميه اس. جميل. ونعمل ايه بقى؟ هنقوم جايين بقى هنا بالنسبه للسبلاي كيرف. افترض انت عشان تعمل موفمنت اب، موفمنت اب يعني ايه؟ هتكتب كده موفمنت اب يعني ده بيحصل لما when the price increase. يبقى نكتب كده ايه؟ if the price increases. لو البرايس زاد انا كده هعمل موفمنت اب. ليه بقى؟ اهو تعالى كده نشوف. ادي انا عندي هنا النقطه هنسمي ده البرايس بي 1. عند بي 1 هتمشي كده، نمشي يمشي، خبطت فين؟ خبطت في السبلاي. ونسمي النقطة دي نسميها النقطة A زي ما عملنا قبل كده. نسمي النقطة دي نقطة اسمها نقطة A، وتنزل تحت هتلاقي نفسك جبت quantity supplied نسميها QS1، quantity supplied 1. افرض ان انت كبروديوسر، انت كمنتج، الشهر اللي بعد كده نزلت الماركت لقيت ان السعر زاد، السعر زاد بدل ما هو B1 لقيت ان البرايس زاد وصل لغاية B2 اهو. فانا حاطط هنا سعر جديد، اسمي السعر ده نسميه B2.
السعر لما يزيد هيحصل ايه؟ عشان اعرف هيحصل ايه وات ويل هابن تو ذا كوانتيتي سبلايد لازم اتحرك واشوف اخبط في العرض. خبطت في السبلاي كير طلع لي نقطه، النقطه دي نسميها اسم، ممكن نسمي النقطه دي نسميها النقطه بي. اهو بقى في نقطه جديده، وانزل تحت هلاقي نفسي بقيت في كوانتيتي سبلاي حصل ايه؟ اتغيرت ولا اتغيرت؟ اتغيرت حصل لها ايه؟ زادت ولا قلت؟ ايه رايكم؟ ها لما اتحرك من كيو اس 1 لكيو اس 2 انا كده الكوانتيتي سبلاي حصل لها ايه؟ زادت. انا كده الكوانتيتي سبلاي زادت، يبقى انا البرايس لما زاد الكوانتيتي سبلاي زادت، يبقى انا كده اتحركت من ال بي. انا كده اتحركت من ال بي، بص يا جماعه من ال بي، انا كده عملت شيفتنج ولا موفمنت؟ زي ما قلنا عملنا ايه؟ موفمنت. اب ولا داون؟ اب. بص من ال بي انا بطلع لفوق، يبقى دي اسمها موفمنت ايه؟ موفمنت اب لاعلى. جميل، يبقى دي موفمنت اب. يبقى الموفمنت اب تحصل امتى؟ لما البرايس يحصل فيه انكريز. ولما البرايس يحصل فيه انكريز نعمل يحصل ايه بقى؟ نكتب جنبها كده ايه؟ هيحصل ان انا بعمل تو جيت بيجر ولا سمولر كوانتيتي سبلايد. هو انا الكوانتيتي سبلاي بدل ما تبقى كيو اس 1 بقت كيو اس 2، انا كده خدت كوانتيتي سبلاي بيجر ولا سمولر؟ بيجر. اهو اقول له تو جيت بيجر، تو جيت بيجر كوانتيتي سبلاي. الكوانتيتي سبلاي يا جماعه بقت كوانتيتي سبلاي مالها؟ بقت كوانتيتي بيجر كوانتيتي سبلاي، بقت كوانتيتي سبلاي اكتر. طبعا بقول الكلام ده ليه؟ لانه في بعض الاحيان بيجي في الامتحانات جمل صح وغلط واختيار متعدد ام سي كيو، يقول لك ايه؟ if the price increase if the price of good x increase there will be، ويجيب لك اول اختيار shifting. هل يا جماعه لما البرايس يزيد بيعمل شيفتنج؟ هل ده بيأثر بيعمل شيفتنج بيغير السبلاي كيرف كله؟ لا، البرايس لما بيتغير بتاع السلعه مش بيأثر على السبلاي، بيأثر على مين؟ على الكوانتيتي سبلاي، فبيعمل ايه؟ موفمنت. تاني اختيار يقول لك there will be a movement down. هل لما البرايس يزيد بنعمل موفمنت داون؟ لا، انا بعمل موفمنت ايه؟ اب، يبقى ما ينفعش نختارها. تالت اختيار يقول لك there will be a movement down. سوري there will be a movement up to smaller quantity supplied. هل ده smaller quantity supplied؟ لا، انا اهو ارسم رسمه السعر يزيد هتلاقي الكوانتيتي سبلايد تزيد، يبقى نقول البرايس لما يزيد هنعمل موفمنت up to get bigger quantity supplied. يبقى الاختيار الرابع اللي هقول لك انه to get movement up to get bigger quantity supplied، هو ده الاختيار السليم، هو فعلا هياخد bigger quantity supplied. الموفمنت الثانيه اللي بتبقى في سبلاي كيرف بتبقى موفمنت داون، دي بتحصل امتى؟ when the price decreases. اهو يبقى له price يحصل فيه ايه؟ decreases. تعالى نعمل دي مع بعض على رسمه اهو، هنعمل تحت اهو ادي quantity supplied نسميها اللي هو كيو اس، وفوق هنحط البرايس اهو البرايس، هنرسم سبلاي كيرف عادي جدا، ادي السبلاي كيرف اللي هو اس، وبعدين نيجي بقى هنا نقوم عاملين ده ايه؟ نقوم حاطين برايس اهو، افرض ان البرايس، بس خلي المره دي خلي البرايس بتاعك الاول يبقى عالي عشان يبقى الموفمنت داون لاسفل اهو، انا عايز انزل السعر، ونسمي البرايس الاولاني بي 1. بصوا يا جماعه عند بي 1 اخبط 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 لقيت نفسي خبطت في السبلاي كيرف عند نقطه، ونسمي النقطه دي نقطه ايه، ويا ريتك ترسم معايا الكلام ده بالتفصيل احسن، وتنزل تحت تحدد الكوانتيتي سبلاي، تلاقي الكميه اللي بينتجها المنتج بيعرضها المنتج كوانتيتي سبلاي 1 اهو كيو اس 1. جميل، ادي النقطه ايه. افرض ان البرايس انت كمنتج نزلت الماركت بعدها بفتره لقيت ان البرايس نزل من بي 1 بقى بي 2، افرض ان البرايس نزل من بي 1 بقى بي 2، ايه اللي بيحصل؟ يا جماعه لما البرايس بيقل هقوم خبط في ده، لقيت نفسي خبطت في نقطه اسمها النقطه بي نسميها بي، هننزل تحت نلاقي بصوا يا جماعه الكوانتيتي سبلايد هل بقت زي ما هي ولا اتغيرت؟ اتغيرت. يبقى مين اللي اتغير؟ مش السبلاي، اللي اتغير مين؟ كوانتيتي سبلايد، بقت بيجر ولا سمولر؟ سمولر. يبقى نفهم من كده الموفمنت داون بتحصل متى؟ وين ذا برايس ديكريز، اند وين ذا برايس ديكريز ذس مين وي ويل جيت بيجر ولا سمولر كوانتيتي سبلايد؟ ويل جيت ايه؟ سمولر. بصوا بقت اصغر، يبقى نقول ان ايه؟ سمولر، هنكتب كده سمولر smaller double L smaller smaller QS smaller quantity supplied smaller quantity supplied. طبعا يبقى مهم جدا تبقى عارف لما when we make a movement down اهو ده بيحصل ايميتا، if the price of good X decreases there will be a movement up ولا down؟ down. اهو البرايس نزلنا تحت، اتحركت من ايه لبي؟ اتحركت من ايه لبي؟ لفوق ولا لتحت؟ لتحت. يبقى الموفمنت داون من A ل B لتحت. اوكي؟ And this mean we will get bigger ولا smaller quantity supplied؟ Smaller quantity supplied. Smaller quantity supplied.
تمام، اهو شفنا الموفمنت، اعملهم عندك في الكراسه، موفمنت اب وموفمنت داون. ده مش موجود في السلايدز الاصليه بس انا بلخصص لك عشان تبقى انت قاعد فاهم. movement along the supply curve. تعال بقى نشوف مع بعض الموفمنت. movement mean moving from one point to another point on the supply on the same supply curve without shifting the supply curve. We will not shift the supply curve. We only will move from one point to another point on the same supply curve. Okay, you see number one. Okay, arise. Arise mean an increase. Arise in the product's own price leads to a movement along the supply curve causing arise. Arise mean an increase in its quantity supplied. Okay, so arise in the price leads to arise in the quantity supplied. Okay, and when the quantity supplied increase, this means we only will move from one point to another point on the same supply curve. يعني ايه معنى الكلام ده؟ من الاخر لما بيحصل زياده في السعر، بيحصل رايز في البرايس بتاع السلعه، اللي بيحصل ان احنا بيحصل زياده في الكوانتيتي سبلايد. ولما يحصل زياده في الكوانتيتي سبلايد، this means ان احنا هنعمل movement. We will move from one point to another point on the same supply curve. يبقى خلي بالنا لما يحصل زياده في سعر السلعه، احنا جماعة هنتحرك على نفس منحنى العرض، هنتحرك على نفس منحنى العرض من نقطة لنقطة تانية، وده لو اتحركنا من نقطة لنقطة تانية ده دليل ان حصل ايه؟ ده دليل ان احنا حصل زيادة في الكمية المعروضة. والعكس اهو رقم اتنين، a fall mean a decrease in product's own price leads to an also movement along the same supply curve causing a fall in its quantity supplied. A decrease in the quantity supplied. You see, a fall in the price leads to a fall in its quantity supplied. And this means we will move, we'll make movement from one point to another point along the same supply curve. ده معناه ايه رقم اتنين؟ معناه ان يا جماعه برضه نفس الكلام، لما يحصل انخفاض في سعر السلعه انا كمنتج، هل ده هيشجعني ان انا انتج كتير من السلعه؟ السلعه ما بقتش مغريه بالنسبه لي، سعرها انخفض، فده هيخليني اعمل ايه كمنتج؟ ده هياثر على الكوانتيتي سبلايد، هيخليني انتج كوانتيتي سبلايد اقل. فلما تقل الكوانتيتي سبلايد وي ويل موف، هنتحرك فروم وان بوينت تو انذر بوينت، من نقطه لنقطه ثانيه اون ذا سيم سبلاي كيرف، على نفس السبلاي كيرف. اوكي، فاحنا يبقى لو حصل زياده في السعر او حصل انخفاض في السعر، اللي هيتغير مش العرض مش السبلاي، امال ايه اللي هيتغير؟ اللي هيتغير هو الكوانتيتي سبلايد. ولما يحصل تغير في الكوانتيتي سبلايد ايه اللي هيحصل؟ مش هنعمل شيفتنج، لا، امال هنعمل ايه؟ هنعمل موفمنت فروم وان بوينت تو انذر بوينت اون ذا سيم سبلاي كيرف. اوكي، تعالى بقى نشوف الشيفتنج ان سبلاي كيرف. بصوا يا جماعه، الشيفتنج بيحصل نتيجه ايه بقى؟ نتيجه تغير خمس عوامل هنعرف ايه هم كمان شويه، مش من ضمنهم اساسا البرايس. البرايس ما بيعملش شيفتنج، البرايس بتاع الجود مش بيعمل شيفتنج. بلاش اللون ده، خلينا مثلا في لون زي اللون ده اهو. البرايس لما بيتغير ما بيعملش شيفتنج، امال ايه؟ الشيفتنج بيحصل نتيجه تغير خمس عوامل ثانيه مش من ضمنهم البرايس. ايه هم بقى؟ تعالى نشوف مع بعض الاول شكل الشيفتس، وبعد كده لما نشوف ايه هم الفاكتورز which could make shifting. الشيفتس يا جماعه could be shifts right. supply curve ممكن يتحرك ناحيه الرايت. يعني ايه رايت؟ اكتب معايا رايت، يعني ناحيه اليمين. لو السبلاي كيرف شيفتس رايت، ده معناه ان السبلاي حصل فيه، ده معناه انه supply increases. ده معناه انه supply S السبلاي حصل فيه ايه؟ supply increases، ان السبلاي زاد. shifts right supply increases. وعلى فكره ممكن نسميها رايت وورد، وفي بعض الناس بيسموها supply shifts مش رايت وورد، ممكن نسميها داون وورد. خلي بالك عشان بتيجي في الامتحانات طلبه كتير بتتلخبط. supply when supply shift داون وورد، داون وورد لاسفل، على فكره هو كده اتحرك ناحيه اليمين ناحيه الرايت. فداون وورد ورايت وورد على فكره حاجه واحده. ازاي يا دكتور احمد داون وورد هي رايت وورد؟ اقول لك ليه. تعالى، وفي شيفت ثانيه اللي هي سبلاي كود شيفت، سبلاي كود شيفت ليفت، ممكن نشفت السبلاي ليفت.
ليفت يعني ناحية الشمال، سبلاي شيفت، سبلاي شيفت ليفت. ولما السبلاي شيفت ليفت ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا هحركه ازاي؟ هحركه ابورد اهو، ده معناه ان هو سبلاي شيفت ابورد، ابورد اتحرك لاعلى. ازاي يا دكتور احمد يبقى السبلاي شيفت ابورد هو لفته الليفت؟ هقول لحضرتك ازاي، هوريك دلوقتي. وخلي بالك لما نقول ان السبلاي شيفت ليفت وورد او ابورد، ده معناه انه سبلاي زاد ولا قل؟ انه معناه انه هو قل. ده معناه انه سبلاي اس حصل فيه، حصل فيه ديكريزز، سبلاي ديكريزز. ازاي بقى؟ تعال نشوف مع بعض شكل السبلاي هنا لما يتحرك رايت شكله عامل ازاي وليفت شكله عامل ازاي. اهو هو جاي هنا اهو، ادي هنعمل الاول سبلاي شيفت، شيفت رايت. هنا هنحط تحت دايما كوانتيتي سبلايد او كيو اس، وفوق هنحط الايه، هنحط البرايس، البرايس بي. وهنرسم سبلاي كيرف عادي جدا، ونسمي السبلاي في الحاله دي نسميه اس 1. وين ذا سبلاي انكريز؟ لو السبلاي حصل فيه انكريزنج زاد، حضرتك السبلاي شيفت رايت، رايت فين بقى؟ شايف ايدك اليمين اللي انت بتسلم بيها، ايدك اليمين اللي انت بتاكل بيها، ايدك اليمين اللي انت بتمسك، معظمنا بيمسك القلم بايده اليمين، فانت مش محتاج تحفظ يعني. شوف الايد اللي بتسلم بيها، اللي بتاكل بيها، اللي بتكتب بيها. حرك السبلاي ناحيه ايدك اليمين اهو، شايف ناحيه اليمين اهو، ادي الاتجاه اليمين ناحيه ايدي اللي بكتب بيها باكل بيها اهو. ادي السبلاي، ده معناه ان سبلاي شيفت فروم اس 1 تو اس 2، ده معناه ان سبلاي شيفت رايت. ده معنى الحركه دي ان السبلاي زاد ولا قل؟ ان السبلاي زاد. يبقى سبلاي شيفت رايت ده معناه ان سبلاي increases انه زاد. طب دكتور احمد انت قلت لنا ان سبلاي شيفت رايت هي نفسها داون وورد. اه فعلا. بص يا جماعه، ولو الحركه من اس 1 لاس 2 ده معنى كده ان انا حركت السبلاي لاعلى ولا لاسفل؟ بص يا جماعه، ده انا حركت السبلاي لتحت، يبقى معنى كده انه اتحرك ناحيه اليمين الرايت وورد، هي نفسها داون وورد لاسفل، هم نفس المعنى مفيش اختلاف. يبقى سبلاي شيفت داون وورد، سبلاي شيفت رايت وورد، ده معناه انه سبلاي increases. تعال نشوف الاحتمال الثاني اللي هو سبلاي شيفت ليفت. سبلاي شيفت ليفت ناحيه الشمال هنرسم عادي جدا اهو، تحت هنحط كوانتيتي سبلايد على الهوريزونتال اكسس، وفوق نحط البرايس على الفيرتيكال اكسس. وهنرسم سبلاي هنا اهو، ادي السبلاي اس ونسميه اس 1. حضرتك لما السبلاي يحصل فيه decreasing، when the supply decreasing، supply decreases، supply يقل، نحرك السبلاي فين يا فندم؟ نحركه ليفت وورد. شوف ايدك الشمال، الايد اللي انت مش بتسلم بيها، الايد اللي انت مش بتاكل بيها، الايد اللي انت مش بتكتب بيها، ايدك الشمالوية، اعمل ايه؟ يبقى تشفت السبلاي تو ذا ليفت سايد اهو. شوف ايدك الشمال واعمل سهم ناحية الشمال، اعمل سهم ناحية الشمال، ناحية ايدك اللي مش بتاكل بيها، ايدك الشمال، وحرك السبلاي من اس 1 لاس 2، هنسمي ده اس 2. بصوا يا جماعة اهو، اتحرك السبلاي من اس 1 لاس 2، يبقى معنى كده ان انا عملت له ايه؟ عملت له شيفتنج، ده اسمها شيفتنج، ده مش موفمنت. جميل؟ وخلي بالك هو انا كده شفت الشمال، شفت السبلاي لاعلى ولا لاسفل؟ انا كده حركته لفين؟ لفوق. من اس 1 لاس 2 انا كده حركته لفوق، عشان كده بقول لك ليفت وورد هي نفسها ايه؟ هي نفسها ابورد. يبقى لما يقول لك كلمه كده في الجمله في الامتحان، لقيت جمله ابورد، افهم ان هي ليفت وورد. ده بالنسبه للسبلاي، لان خلي بالك الديماند ده مختلف، حاجه ثانيه. بالمنطق السبلاي انا لما حركه ناحيه الليفت يبقى انا كاني حركته ابورد. اوكي؟ ايه بقى الحاجات العوامل اللي تخلي السبلاي شيفت رايت اور شيفت ليفت؟ يا جماعه عندنا وي هاف فايف فاكتورز ممكن تعمل شيفتنج للسبلاي، رايت او ليفت. ايه الخمس عوامل دول؟ افتكر العوامل دول مع بعض. هنلاقي في السلايد اللي جايه انا كاتب لك نفس هو نفس الكلام، ان السبلاي شيفت رايت اور ليفت اكوردنج تو ماني ريزونز، ديو تو ماني ريزونز، or to be more specific according to five reasons, five factors. ايه هما؟ اول عامل cost of production، وافتكر ان ال cost of production بتكون العلاقه نيجاتيف، لازم تكون نيجاتيف مع السبلاي. يبقى اول عامل اسمه ايه؟ cost of production، وبتكون العلاقه مالها نيجاتيف. تاني عنصر هنعرفه حاجه اسمها technology or productivity، level of technology or productivity. التكنولوجيا او البرودكتيفيتي الانتاجيه ليها تأثير على السبلاي؟ اه ليها تأثير على السبلاي، بيكون تأثيرها ايه؟ بوزيتيف. تاني واحدة تأثيرها، يبقى أول واحدة الكوست برودكشن هنعرف إن تأثيرها نيجاتيف على السبلاي. تاني واحدة التكنولوجي أو البرودكتيفيتي بيكون تأثيرها بوزيتيف. تالت عنصر كود شيفتنج سبلاي كيرف رايت أور ليفت، حاجة اسمها البرايسز أوف ريليتد برودكتس.
البرايسز اوف ريليتد برودكتس. برايس اوف ريليتد برودكت سعر المنتجات المرتبطه بالمنتج بتاعك، ده بتكون علاقه مالها نيجاتيف. هنعرف ليه نيجاتيف؟ يبقى البرايس اوف ريليتد برودكتس بتكون علاقه نيجاتيف. اوكي، العنصر الرابع هو السبسيدز. يعني ايه سبسيدز؟ سبسيدز اللي هو الاعانات الحكوميه، الدعم الحكومي. الحكومه بتديك، في منتجين الحكومه تقول لهم هديك دعم بس بشرط تزود انتاجك. فالمنتج لما يلاقي الحكومه بتدي له دعم اكتر يزود انتاجه اكتر، يبقى هو كل لما الدعم يزيد يزيد الانتاج، تبقى العلاقه علاقه ايه؟ بوزيتيف، بوزيتيف ريليشن شيب، في نفس الاتجاه. يبقى رابع عنصر اسمه ايه؟ سبسيدز. ان سبسيدز الريليشن بينها وبين السبلاي از بوزيتيف ريليشن شيب. فاينلي اخر عنصر هو نمبر اوف بروديوسرز، نمبر اوف سيلرز، عدد الناس اللي بتنتج السلعه. كل ما العدد يزيد طبعا السبلاي يزيد، فالعلاقه بتكون علاقه بوزيتيف. سو هاو ماني فاكتورز وي هاف، هاو ماني reasons we have which could shifting the supply curve to right or left side, we have five factors. ايه هي؟ ردد معايا. cost of production. cost of production ده اول واحد بيكون علاقه نيجاتيف. تاني واحد اسمه ايه؟ اسمه level of technology or productivity. level of technology or productivity ده تاثيره ايه؟ positive. ده تاثيره positive. تالت واحد price of related products. price of related products. price of related products اسعار المنتجات المرتبطه بالمنتج اللي انت بتنتجه، ده بيكون تاثيره ايه؟ نيجاتيف. نيجاتيف. رابع عنصر سبسيدز. سبسيدز. سبسيدز تاثيره بوزيتيف. خامس عنصر فاينلي ذا فاينل وان، ذا فاينل فاكتور از نمبر اوف بروديوسرز اور سيلرز. ان نمبر اوف بروديوسرز اور سيلرز ذا ريليشن بتوين نمبر اوف بروديوسر اند سيلرز ار is positive relationship. بتكون positive. تأثير number of producers بيكون positive relationship على supply، تأثيره موجب إيجابي. تعال نشوف كل واحد من دول، وهكرر ده في السلايد اللي جاي عشان برضو أثبت المعلومة عليك. تعال نشوفهم مع بعض. تعال بقى نشوف مع بعض يا جماعة، أمال إمتى يحصل shifts shifting in supply curve؟ طالما إن ال change in the price will not make shifting، مش هتعمل shifting، واتفقنا ان change في البرايس بتاع السلعه بيعمل ايه؟ بيعمل movement، لانه بيأثر على الكوانتيتي سبلايد. البرايس مش بيأثر على السبلاي. امال السبلاي بقى يتغير امتى ويحصل فيه شيفتنج امتى؟ لو افترضنا ان ده السبلاي كيرف كان بالوضع ده، امتى السبلاي كيرف يتحرك الناحيه اليمين؟ شيفتس رايت. وامتى السبلاي كيرف يتحرك الناحيه الشمال؟ شيفتس ليفت. امتى يتحرك يمين وامتى يتحرك شمال؟ تمام. امتى يحصل فيه شيفتنج؟ طبعا ده هيحصل لما يحصل تغير في خمس عوامل، مش واحد من ضمنهم البرايس. البرايس بتاع البرودكت ما بيخليناش نعمل شيفتنج للسبلاي، سواء للرايت وورد او الليفت وورد. امال ايه العوامل اللي ممكن تعمل شيفتنج في السبلاي؟ تعال نشوف مع بعض اهو. سبلاي كير مي شيفت رايت وورد. طبعا لما يحصل شيفتنج للرايت وورد اهو في الجنب ده، ده معناه ان حصل ايه؟ ده معناه ان سبلاي انكريزز زيه زي الديماند بالظبط. اور شيفت ليفت وورد او نتحرك ناحيه الشمال، ده معناه ايه؟ ان سبلاي ديكريزز اهو. شيفت ليفت وورد الجنب الثاني، فيحصل يبقى كده حصل فيه ان سبلاي ديكريزز ديو تو ماني ريزونز، وفقا ليه خمس في خمس عوامل ممكن تخلي سبلاي شيفت رايت or shifts left. ايه هما؟ هنلاقي اهو نمبر 1 change in cost of production، رقم 2 change in level of technology or productivity نمبر 3 change in price of related products، التغير في السعر. بس خلي بالك مش سعر السلعة نفسها، امال ايه؟ سعر سلعة تانية مرتبطة بالسلعة الأساسية related products. هنعرف زي ايه دلوقتي، هقول لحضراتكم زي ايه. نمبر 4 change in subsidies. السبسيدز اللي هي المنح والمعونات، الدعم. ساعات الحكومه بتدي دعم للمنتج، فانت لما انت بتاخد دعم اكيد ده هيأثر عليك بالايجاب، لكن لما الحكومه تقلل الدعم اللي انت بتاخده ده اكيد هيأثر عليك بالسلب. فهنعرف ازاي subsidies change in subsidies will affect on supply curve. And finally number 5 change in number of producers or sellers. We have five main factors which can affect, which can shift
the supply curve. اوكي تعال نشوف مع بعض كل عامل من الخمس عوامل دول بالتفصيل الممل في السلايدز اللي جايه. يلا بينا نشوف بقى ايه اول عامل اهو، changing cost of production. قلت لكم ان الكوست اوف برودكشن علاقتها بالسبلاي علاقه بتكون علاقه ايه؟ علاقتها بتكون علاقه نيجاتيف. الاول تعالى نشوف ايه الكوست اوف برودكشن وليه بتكون علاقه نيجاتيف؟ لازم تكون نيجاتيف طبعا. اهو اكزامبل انبوت برايسز. بص يا جماعه الكوست اوف برودكشن ممكن نسميها اسم تاني اللي هي انبوت برايسز. هو في منتج بينتج اي سلعه من غير ما يكون عنده انبوتس؟ مش انا قلت لك في اول محاضره ان احنا عندنا اي منتج عشان ينتج محتاج حاجه اسمها ريسورسز. الريسورسز اللي هي انبوتس اللي هي زي ايه؟ زي هيومن ريسورسز اللي هم الليبرز، زي الناتشرال ريسورسز اللي هي اللاند، زي الكابيتال ريسورسز الاكويبمنت والماشينز. انت لو عندك مصنع بتاعك تقدر تعمل مصنع من غير ما تبقى فيه كوست برودكشن مرتبطه بالرو ماتيريالز، الليبرز، تدفع ميه، كهرباء، تاكسز اهو. فالانبوت ريسورسز اللي هي ايه؟ زي الكوست اللي انت بتتحملها عشان الاويل برايسز. انت عندك مكان بيشتغل بالاويل، بتشتغل بالبتروليوم، بالبترول. الانرجي برايسز، انت عندك مصنع بتدفع كهرباء عشان خاطر الكتريسيتي، عشان خاطر تشغل المكان بتاعك، يبقى ده يعتبر بالنسبه لك كوست. انت بتدفع الحكومه تاكسس ولا بتاخد منها تاكسس؟ بتدفع تاكسس، يبقى ده بالنسبه لك كوست. يبقى دي كوست اوف برودكشن. تفتكر المنتج انه ايه اللي يضايقه؟ ان الكوست اوف برودكشن تزيد ولا تقل؟ ان تزيد دي كارثه كبيره. كل ما الكوست اوف برودكشن تزيد ده هيبقى ليه اثر سلبي عليه، والعكس كل ما الكوست اوف برودكشن تقل كل ما يكون ده كويس بالنسبه له، انه بيخليه يكسب اكتر. يبقى خلينا نتفق، بص ان الكوست اوف برودكشن لما تعلى وان ذا كوست اوف برودكشن تزيد ايه اللي بيحصل؟ انا كده تكلفتي زادت جدا، فانا كده هعمل ايه؟ انا كمنتج هضطر اعمل ايه؟ هضطر ان اقلل السبلاي بتاعي. وان ذا كوست اوف برودكشن انكريز ده بيأثر بالسلب على البروديوسرز، فبيحصل ايه في السبلاي؟ سبلاي ويل ديكريز. وزي ما قلت لك قبل كده when supply decreases supply shifts. shifts 3 right ولا left؟ لسه راسمين من شويه من كام سلايد اهو. قلت لك when supply decreases supply shifts left. شوف ايدك الليفت فين اهو، وتحرك السبلاي ناحيه الليفت. قلل السبلاي ناحيه الليفت اهو، حركه ناحيه الليفت او اللي هو ابورد لاعلى. جميل. والعكس لو انت كنت سلعه كانت الاول بتكلفك 200 جنيه 300 جنيه عشان تنتج حته واحده منها 1 يونت، فالكوست اوف برودكشن بتاعتها قلت، بقت بتنتج انت السلعه دي بقت بتنتجها مثلا بكوست اوف برودكشن مثلا سي، بقت بدل ما تنتجها ب 200 بتنتجها ب 30 جنيه. ده انت تفرح جدا. فتعمل ايه؟ المنتج لما الكوست اوف برودكشن بتقل ده بيشجعه ان هو increase the supply. يبقى في الحاله دي supply will increase. And when supply increase، فاكر قلت لك supply لما increase supply shifts. shifts ايه؟ حد فاكر؟ when supply increase supply shifts right. يبقى نحرك السبلاي. ادي يا جماعه ادي السبلاي اس 1، فتيجي تشفت السبلاي تسافر رايت ولا ليفت؟ رايت طبعا اهو. شوف ايدك الرايت فين اللي بتاكل بيها بتشرب بيها، هتحرك السبلاي في الاتجاه ده اهو، هتحرك السبلاي في الجنب ده. ادي يا جماعه ده سبلاي شيفتس رايت، ده معناه ان هو زيد. اوكي يبقى الكوست اوف برودكشن زي انت عندك مثلا مطعم بتاع بيتزا، ايه الكوست اوف برودكشن؟ بتجيب فيجيتابلز، بتجيب فلاور، بتجيب دقيق، بتجيب كراسي عشان بتدفع تاكسز. الحاجات دي لما بتزيد الكوست عليك ده بيقلل السبلاي، والسبلاي لما يقل تنقل السبلاي ناحيه الليفت سايد. العكس انت عندك مصنع مطعم بتاع بيتزا، انت بتمتلك بيتزا هات، فالكوست برودكشن بتاعتك تقل، تعمل ايه؟ تزود السبلاي، تزود السبلاي، سبلاي ويل شيفت رايت. شفت السبلاي ناحيه الرايت ده معناه ان هو انكريز. اوكي يبقى العلاقه علاقه ايه في حاله الكوست برودكشن؟ وي هاف ا نيجاتيف ريليشن شيب. تعالى نشوف مع بعض اول عامل من الخمس عوامل اللي كان اللي ممكن تعمل شيفتنج في السبلاي، سواء تعمل شيفتنج رايت او شيفتنج ليفت. هو رقم واحد تشينج ان كوست اوف برودكشن. تشينج ان وات؟ ان كوست اوف برودكشن. طبعا احنا هتلاقيني كاتب لك هنا وي هاف نيجاتيف ريليشن شيب، وده كلام منطقي جدا. ليه؟ هو الاول حد هيسالني يقول ايه وات داز ات مين كوست اوف برودكشن؟ يعني ايه تكلفه الانتاج؟ ايه هي تكلفه عوامل الانتاج؟ كوست اوف برودكشن بنسميها تكلفه عوامل الانتاج. انت عشان تنتج اي سلعه بتتكلف تكلفه. التكلفه اللي هي بتتمثل في ايه؟ اهو جايب لك اكزامبل انبوت برايسز اللي هي تكلفه المدخلات، الانبوت اللي هي تكلفه مدخلات الانتاج. الاويل برايسز، انا ما اقدرش انتج سلعه لما يكون عندي اويل، ما الالات والمعدات بتشتغل ممكن تشتغل بالاويل. تمام. الانرجي برايسز، انا محتاج كهرباء، محتاج الكتريستي،
فيبقى تكلفة الكهرباء اللي بتشغل المصنع بتاعي كبروديوسر كمنتج تعتبر ده كوست اوف برودكشن، تعتبر تكلفة للإنتاج. اند تاكسز الضرايب، مليون في المية يا جماعة، لما تكون كل ما تكاليف الإنتاج تزيد، يعني كل ما الحكومة تاخد مني تاكسز أكتر، أو كل ما تكون الـ prices of energy increases، أو الـ oil prices increase، أو الـ input prices increase، لما يحصل increasing في العوامل دي، لما يحصل increasing في الـ cost of production، السلع بقت مكلفة بالنسبة لك، هل ده يخليك تنتج أكتر؟ طبعا لا، السلع بقت مكلفة جدا، فهيخليك تنتج إيه؟ تنتج أقل. فيحصل إيه في الـ supply in this case؟ supply in this case will decrease، will decrease يبقى في اتجاه مختلف. بص أهو، لما الكوست اوف برودكشن زادت السبلاي حصل له ايه؟ السبلاي قل. والعكس، العكس ازاي؟ يعني لما الانبوتس برايسز والاويل برايسز والانرجي برايسز والتاكسز تقل، انت بقيت تشتري مدخلات انتاج اقل، الكونتنتس اللي انت محتاجها، الانجريدينتس اللي انت بتشتريها عشان تنتج السلعه بتاعتك، الفاينل برودكت بتاعك، تكلفتها قلت، سعرها قلت، بقيت تدفع ضرايب اقل، بقيت بتدفع انرجي اقل، بتدفع اويل برايسز اقل، بتدفع انبوت برايسز اقل، ده يخليك تعمل كده، السلعه بقت ما بقاش مكلفه زي الاول، فده يخليك تعمل ايه؟ يخليك you will produce more، you will produce more the supply will shift right، will shift right mean will increase. يبقى بصوا الاثنين في عكس بعض اهو، لما ال cost of production decrease supply will increase. اهو هتلاقيني عامل لك بالتفصيل اهو، عامل لك نقطتين ورا بعض بيوضحوا ال negative relationship between the cost of production and the supply curve. If input prices or if cost of production increase, you see increase, you see the direction, what will happen? Supply of good X decreases. Supply of good X decreases mean supply will shifts left. Shifts left as you see، يعني لو افترضت ان ده الجراف بتاعك، ادي السبلاي كيرف بتاعنا اهو، كان اللي هو السبلاي كيرف كان اس، تمام؟ فحضرتك لو حصل انكريز في الانبوت برايسز، انكريز في الكوست اوف برودكشن، فده السلعه بقت مكلفه جدا بالنسبه لك، مكلفه جدا بالنسبه لك، فده يخليك تعمل ايه؟ يخليك يقلل منحنى العرض، يقلل منحنى العرض، سو supply will shifts shifts left، هينتقل ناحية الليفت، فينتقل ناحية الليفت بقينا عند S داش مثلا اهو، ده منحنى السبلاي جديد. طبعا خلي بالنا السبلاي وين سبلاي شيفتس ليفت، ده معناه ان هو ما زادش، ده معناه ان هو قل على فكرة، لما اتحرك في الاتجاه ده، ده معنى ان السبلاي حصل له ايه؟ supply decreased، تمام. الحالة الثانية اهو اللي تحتيها شايفين في سلايد نمبر 6، if input prices اللي هي الكوست اوف برودكشن decrease، سلعة الكوست اوف برودكشن بتاعتها decreased، حصل فيها فول، حصل فيها تراجع انخفاض، فمبقتش مكلفة، فده هيخليك تعمل ايه؟ you will increase the supply of this good، اهو the supply of X will increase، increase you see the direction increase. يبقى بص، يبقى لما يحصل decrease في البرايس بتاعت الانبوتس، the supply of X will increase. You see, we have negative relationship. And when the supply increases, this means supply will shifts, will shift right. Shift right، طبعا supply لما يزيد اهو، لان ال cost of production قلت، فده يشجعك انك تنتج اكتر، هتلاقي ان supply يا جماعة يتحرك للناحية التانية، هنعمل ايه؟ كان في 2 داش، ادي supply، لو supply كان الاول S كان عند ده، والكوست اوف برودكشن قلت انخفضت، ده يشجعك انك تنتج اكتر، تنتج اكتر supply will shifts right، and when the supply shifts right this means supply will increase. تاني عنصر نلاقيه يا جماعة بيكون ليه تأثير على supply، it could shift the supply to the right side or to the left side is change in level of technology or productivity. Okay, change in level of technology or productivity. In this case, we have positive relationship. And positive relationship mean there is a positive relationship between the level of technology or productivity and the supply curve. When the technology increase, okay, or when the productivity increase, what will happen to the supply? Supply will increase. And supply increase means supply will shifts
right. Supply shifts right. As you see in the graph, you see the supply was S. When we discover new technology and when there will be an improvement in the technology, advances in technology, supply curve will increase. And when supply increase, supply will shift right. Shifts right, you see, will shift supply from S to S dash. Okay? And vice versa. Vice versa mean when the technology or productivity decrease, when the technology decrease, okay, or productivity decrease, supply also will decrease. And when the supply decrease, supply will shifts left. You see, if the supply curve was S, and there is a fall in technology or productivity, a decrease in technology or productivity, supply will decrease. And when supply decrease, supply will shifts left side or leftward. Okay? Or we can say shift left or shift upward. You see, upward. احنا نقلنا منحنى العرض الأعلى. تمام؟ يبقى جماعة التكنولوجي تأثيره على السبلاي بيكون تأثير ايه؟ بوزيتيف. بوزيتيف لمنطقي جدا. انت كمنتج، انت لو بروديوسر بتشتغل على جانب السبلاي، على جانب العرض، لو اكتشفنا تكنولوجي جديد او زودت الانتاجية بتاعتك، التكنولوجي اتحسن وتقدم وتطور، مليون في المية ده هيعمل ايه في السبلاي؟ هيزوده. فهيزوده تلاقي السبلاي شيفت رايت. والعكس لو حصل ان التكنولوجي تراجع، حصل فيه فول، حصل فيه ديكريز، او البرودكتيفيتي قلت انخفضت، حصل فيها ريدكشن، في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ في الحاله دي السبلاي هيقل. والسبلاي لما يقل، سبلاي ويل شيفت، يتنقل بالكامل فين؟ شيفت ليفت وورد، يتنقل ناحيه الشمال، او انه ينتقل لاعلى. تمام؟ يبقى ده تاني عامل اللي هو change the level of technology or productivity، وعلاقته ايه بالسبلاي، وهي positive relationship. تمام؟ هنلاقي ان تالت عنصر ممكن يكون ليه تأثير على السبلاي هو change in price. بس خلي بالك مش البرايس بتاع نفس البرودكت، لا، البرايس of related products، اسعار السلع اللي ممكن ليها ارتباط بالسلع الاساسية. هنا هنلاقي ان change in price of related products التأثير بتاعه على السبلاي كيرف، we have negative relationship. We have negative relationship between the price of related products and the supply curve. How? Okay, I can give you an example. Example for price of related products. A company produces mobiles and cameras using the same machines. افترض ان شركة بتنتج موبايلات وكاميرات باستخدام نفس المكنة. فالمكنة دي بتشتغل 24 ساعة في اليوم، بتوزع ساعات العمل ما بين إنتاج موبايلات وإنتاج الكاميرات. فأنت لو بتنتج 12 ساعة بتشغلهم لإنتاج موبايلات و 12 hours to produce cameras، لو أنت خدت قرار إنك أنت تنتج موبايلات أكتر، لازم تعمل إيه في ساعات إنتاج الكاميرا؟ لازم تقلل ساعات إنتاج الكاميرا. فيبقى يحصل إيه في السبلاي بتاع الكاميرا؟ السبلاي بتاع الكاميرا will decrease. والعكس، لو انت قررت ان انت تنتج كاميرات اكتر، تشغل المكن لانتاج كاميرات اكتر، فنفس المكنة بتستخدمها في انتاج موبايل، هتعمل ايه في ساعات انتاج الموبايل؟ هتقللها. فيحصل ايه في السبلاي بتاع الموبايل؟ السبلاي بتاع الموبايل will decrease. يبقى لو قررت انك تزود انتاج واحدة، هتعمل ايه في انتاج التانية؟ هتقلل. طبعا انت بتزود انتاج واحدة ليه؟ لان سعرها زاد، السلعة دي بقت مغرية اكتر. تعال نشوف مع بعض ازاي في نيجاتيف ريليشنشيب. اهو هنلاقي عندك نقطتين. النقطة الأولى if price of mobiles increased. you see if price of mobiles increased، الموبايلات أسعارها زادت، ونفس الشركة دي اللي بتنتج الموبايلات بتنتج كاميراز، فأنت بالنسبة لك تعمل إيه في إنتاج الكاميرات؟ طبعا أنت هتقلل إنتاج الكاميرات. ليه؟ تقول لك أنا خلاص، ما أنا الموبايلات أسعارها أغلى دلوقتي، الناس ما بقتش تشتري كاميرا، لأن ممكن تشتري موبايل فيه كاميرا وفيه تليفون وفيه كل حاجة. فلما البرايس بتاع الموبايل زاد، السبلاي اوف كاميراز decreased. you see decreased. okay you see we have negative relationship as the producer will produce more mobiles. المنتجين هينتجوا موبايلات اكتر لان سعرها زاد، فهيعملوا ايه في السبلاي بتاع الكاميراز؟
هيقللوا السبلاي، لان the same machine is using to produce mobiles and cameras at the same time. Okay, so and when the supply of cameras decrease, okay, this means supply of cameras shifts leftward. Shifts leftward اهو يعني هتحرك ناحية الشمال اهو. لو ده السبلاي بتاع الكاميراز كان الاول ده، لما اسعار الموبايلات تزيد وبقت مغريه اكتر، للمتعافين احنا اتفقنا لما سلعه سعرها بيزيد المنتج بيتشجع انه ينتجها اكتر، او مش بينتج بينت الكوانتيتي سبلاي بتاعتها بتزيد اكتر، فيجي بقى على السلعه اللي هي الثانيه اللي بتستخدم نفس المكنه لانتاجها الكاميراز، يحصل ايه في السبلاي بتاع الكاميراز؟ سبلاي اوف كاميراز ويل ديكريز، اند ويل ديكريز ذس مين سبلاي اوف كاميراز ويل شيفت ليفت، هنتحرك ناحيه الشمال. تمام، تعال نشوف النقطه الثانيه اللي العكس بقى. If the price of mobiles decreased, if the price of mobiles decreased. طبعا انا كمنتج خلاص ما بقتش بالنسبه لي باصص قوي، ما بقى الموبايل ما بقاش مغري بالنسبه لي، فمش هنتج موبايلات زي الاول، هتجه اكتر من انتج ايه؟ انتج كاميرات. So the supply of cameras will increase. Will increase this mean supply of cameras shifts rightward. Shifts rightward يبقى يا جماعه اهو، يبقى لما البرايس بتاع الموبايلز يقل هيخليني اعمل ايه؟ انتج كاميرات اكتر. انتج كاميرات اكتر يبقى السبلاي ويل شيفتس رايت وورد. رايت وورد اور داون وورد، هتحرك ناحيه اليمين او تحرك لاسفل. اوكي؟ يبقى يا جماعه لغايه دلوقتي خدنا كام عنصر بيأثر على السبلاي؟ وي هاف تيل ناو 3 مين ريزونز ويتش كان شيفت سبلاي كيرف. ات كود شيفت رايت، ات كود شيفت ليفت. Okay, the first reason, okay, the first factor was cost of production. In case of cost of production, we have negative relationship. Okay, second reason, the second factor was productivity or technology. واتفقنا انه في حاله التكنولوجي او البرودكتيفيتي we have positive relationship. We have positive relationship between change in technology and the supply curve. And the third reason, the third factor was change in price of related products. In this case we have negative relationship. العامل الثالث كان عندنا negative relationship. العنصر اللي بعد كده الرابع اللي ممكن يعمل شيفتنج في السبلاي كيرف change in subsidies. Subsidies in this case we have positive relationship. Positive relationship mean when the subsidies increase what will happen to the supply curve? The supply curve also will increase. And when the supply increase mean supply curve will shifts right. Shifts right. You see is the supply curve was S. When the subsidies increase, supply curve will increase. Increase mean shifts right, we will shifts right to this direction, to the right word, okay? And if subsidies decreases, okay, if subsidies decrease, we expect, as we have positive relationship, supply of X also will decrease. Will decrease mean shifts leftward. Shifts leftward is the supply curve was S and subsidies decrease. In this case supply curve will shift to this direction, to the leftward. To the leftward. Okay, so in case of subsidies we have positive relationship. طبعا في positive relationship اللي زي ما اتفقنا في الاول، انت لو بتاخد دعم كمنتج من الحكومة، الحكومة كل ما تديك دعم أكتر subsidies أكتر you will produce more so supply will increase. والعكس كل ما الحكومة تقلل الدعم اللي بتديهولك فأنت بالنسبة لك التكلفة هتبقى عالية عليك جدا، فتعمل إيه في إنتاجك؟ you will decrease the supply. So the supply will decrease. Will decrease mean will shifts leftward. Okay؟ هنلاقي يا جماعه العنصر اللي بعد كده هو العنصر الخامس والاخير. احنا قلنا عندنا خمس عوامل which can make a change in supply curve could shift supply curve to right or to left ward. Change in number of producers sellers.
And in this case, we have positive relationship. Positive relationship between number of producers or sellers and the supply curve. يعني ايه positive relationship؟ بمعنى حضرتك لو سلعة بينتجها دلوقتي خمس منتجين بس، فاحنا عندنا منحنى السبلاي بتاعنا هيكون واخد الشكل التالي اهو. انا حتى برسم لك اهو، ادي شكل السبلاي كيرف ده فرض. يعني لو افترضنا ان المنتجين اللي بينتجوا numbers of producers or sellers are five producers، احنا عندنا خمس producers بينتجوا السلعة دي. لكن لو number of producers increased to 10 producers to 10 sellers، لو عدد البروديوسرز زاد بدل ما هم خمسة بقوا 10، طبعا لما يوصلوا ل 10 هيحصل ايه في الانتاج؟ هيزيد، هيتضاعف او هيبقى اكتر، ممكن يتضاعف، ممكن يبقى اكتر ب 20% 30% فمليون في المية. كل ما عدد المنتجين في السوق يزيدوا السبلاي يحصل له ايه؟ سبلاي will increase. And when supply increase, supply in this case will shifts right, will shifts right to this direction. Okay. والعكس لو انت عدد المنتجين دلوقتي خمسة، ادي منحنى السبلاي كيرف اهو، ده شكل منحنى السبلاي كيرف حاليا. لو عدد المنتجين بدل ما هم خمسة بقوا اتنين، قالوا هل ده في صالح السبلاي؟ طبعا لا، السبلاي in this case supply will decrease and supply in this case will shifts left to this direction. Shifts left or shifts upward او ينتقل لاعلى. تمام، ادي هتلاقينا يا جماعة عملت لك اهو final conclusion لكل اللي فات. ايه بقى الحاجات اللي تخلي السبلاي كيرف يحصل فيه movement، ان يبقى على نفس السبلاي كيرف ومتنقل من نقطة from one point to another point on the same supply curve، وامتى يحصل shifting، ان السبلاي كيرف كله نعمل فيه shifting to the right or to the left side left ward. اوكي، هنلاقي اهو final conclusion بنقول انه اهو النقطة الأولى the change in the product price. You see change in what? In the product price leads to a movement along the supply curve. A movement mean we will move from one point to another point on the same supply curve. Causing what? Causing a change in its quantity supplied. So when the price change, quantity supplied not supply, quantity supplied will it change. Okay, and when the quantity supplied did change, this mean we will move from one point to another point on the same supply curve. Okay, so quantity supplied change when the price it change. Okay, and this will make a movement, not shifting. Note التانية change in one of other factors. لو حصل تغير في عامل من العوامل الاخرى بخلاف السعر، البرايس مش من ضمنهم، البرايس بيأثر على الكوانتيتي سبلايد. لكن لو اي عامل من العوامل الخمسه اللي احنا قلناهم بعد كده اتغير، زي العوامل الخمسه دول اللي هو الانبوت برايسز اللي هي الكوست اوف برودكشن، اللي هي الليفل اوف تكنولوجي او الليفل اوف برودكتيفيتي، اللي هي البرايسز اوف ريليتد برودكتس، زي ما قلنا لو مصنع ذا سيم ماشين is using to produce cameras and mobiles at the same time, and subsidies and number of producers or sellers. الخمس عوامل دول لو حصل فيهم change، لو حصل فيهم تغير، this will lead to a shift in the supply curve, in the supply curve, causing a change in supply as follows. يبقى لو حصل تغير في العامل الخمس عوامل دول، ها هيحصل تغير فين؟ في السبلاي، مش في الكوانتيتي سبلايد. تمام، وبالتالي هنعمل شيفتنج للسبلاي كله، يا اما للليفت وورد او للرايت وورد. تعال نشوف مع بعض دوت، انا عامل لك برضو ازاي نعمل، ايه العوامل اللي تخليك تعمل شيفتنج للرايت سايد، وايه العوامل اللي تخليك تعمل شيفتنج للليفت وورد. انا ملخصهم لك في التو سلايدز اللي جايين اهو. بيقول لك سبلاي كيرف شيفتس رايت. You see, shifts right mean rises or increase. You see, this is supply curve S1. You see the graph. We will shift supply curve from S1 to S2 to the rightward. Okay, shifts right. In case of cost of production decrease. Why? Because as we said before، لان احنا قلنا قبل كده ان علاقه الكوست اوف برودكشن بالسبلاي علاقه ايه؟
we have negative relationship. يبقى السبلاي عشان يحصل فيه increase لازم يحصل ايه في الكوست اوف برودكشن؟ يحصل العكس، يحصل فيه decrease لان احنا عندنا negative relationship. اتنين، الليفل اوف تكنولوجي لازم يحصل فيه increasing. ليه؟ لان احنا قلنا السبلاي والليفل اوف تكنولوجي we have positive relationship. يبقى عشان السبلاي increase لازم الليفل اوف تكنولوجي وكمان يكون في نفس الاتجاه، يحصل فيه increasing. تمام؟ البرايس اوف ريليتد برودكتس، احنا قلنا اسعار المنتجات الثانيه المرتبطه بالمنتج الاصلي علاقته بتكون نيجاتيف. الكاميرا والموبايل اللي بيتم انتاجهم بنفس المكنه، يبقى عشان السبلاي كيرف يحصل فيه انكريزنج لازم البرايس اوف ريليتد برودكتس يحصل فيه ديكريزنج. تمام؟ السبسيديز لازم تزيد عشان يشجعني ان انتج اكتر. نمبرز اوف بروديوسرز او السيلرز لازم يحصل فيها انكريزنج، لازم يزيد عشان ننتج اكتر. يبقى لو حصل اي تغير في الاتجاهات اللي موجودين من 1 ل 5 سبلاي ويل شيفتس رايت زي ما شايفين في الرسم اللي قدامنا. العكس تماما هنلاقيه موجود في السلايد اللي بعدها، سبلاي كيرف شيفتس ليفت اند شيفتس ليفت مين سبلاي ويل ديكريز. اهو سبلاي ويل شيفتس ليفت، اهو شيفتس ليفت او كانك نقلته لفوق لاعلى، ده معناه ان العرض بتاعك انخفض تراجع. ده بيحصل امتى؟ في الخمس عوامل دول. هنعكس الخمس عوامل اللي موجودين في السلايد اللي فاتت اهو. كوست اوف برودكشن، ان كيس اوف كوست اوف برودكشن انكريز، لان احنا اتفقنا عشان السبلاي يقل لازم يحصل العكس، وي هاف نيجاتيف ريليشن شيب، لازم الكوست اوف برودكشن انكريز. الليفل اوف تكنولوجي وي هاف بوزيتيف ريليشن شيب في نفس الاتجاه، يبقى السبلاي انكريز وان ذا ليفل اوف تكنولوجي ديكريز. سبلاي ديكريز وان ذا ليفل اوف تكنولوجي decrease in the same direction. Number three, price of related products increase. Increase, why? Because we have negative relationship. Okay, when the price of related products increase, supply will decrease. أو في اتجاه مختلف. رقم أربعة, subsidies decrease. إن المعونات المنح الدعم اللي بتاخده من الحكومة يقل، فده مش هيشجعك تنتج، فتعمل إيه في البرودكشن بتاعك؟ تقلله. Number of producers or sellers decrease. فانت عدد المنتجين قال له فالسبلاي بتاعك هيقل، يقل ينتقل ناحيه الشمال. اوكي، سو سبلاي ويل شيفت ليفت ان كيس اوف 5 كيسز از وي سيد ان ذس سلايد. تعال نشوف مع بعض الدرايفيشن اوف ماركت سبلاي كيرف، ازاي ممكن نشتق منحنى السبلاي كيرف بتاع الماركت ككل. يعني تخيل انت عندك سوق بيتكون من ثلاث منتجين، منتج بروديوسر اسمه A، بروديوسر اسمه B، وبروديوسر اسمه C. فانت عندك ده السبلاي كيرف بتاع A، وده السبلاي كيرف بتاع B، وده السبلاي كيرف بتاع C. فبدل ما انا عندي سبلاي كيرف الA لوحده والB لوحده والC لوحده، انا عايز اجمع الثلاثه سبلاي كيرف في سبلاي كيرف للماركت ككل، اهو SM اللي هو السبلاي كيرف بتاع الماركت ككل. اجيبه ازاي؟ اهو فبقول لك في سلايد 14، the market supply curve is a horizontal sum. هو عبارة عن المجموع أو التجميع الأفقي of producers supply curves. إن أنا بجمع منحنيات العرض بتاعت المنتجين بشكل horizontal، بشكل أفقي. أو the market supply is the sum. هو مجموع، هو التجميع، هو مجموع of all producers quantities supplied of a good at each price. إن بجمع الكميات المعروضه بتاعت المنتجين عند نفس السعر. اهو ازاي؟ بصوا يا جماعه، لما كان البرايس، لاحظوا عند السبلاي كيرف بتاع ايه، انا حطيت تو برايسز P1 اند P2. لما نكون عند البرايس الاولاني P1، تعالى كده هنمد خط، اهو مد خط، مد خط، كانك بتمد خط لغايه ما توصل للسبلاي كيرف بتاع ال A و B و C. بصوا يا جماعه، لما يكون البرايس P1، يا ترى البروديوسر الاول ايه بينتج؟ كام حته بينتج؟ 2 يونتس. طب والمنتج الثاني بينتج كام؟ 3 يونتس. اهو وي هاف 3 يونتس. And for the producer C, producer C will produce 5 units. So the sum is 2 plus 3 plus 5. 2 plus 3 plus 5 equal 10. Equal 10. So you see 10 in this case. اهو هنجمع، هنعمل، هنمد خط افقي لغايه ما نوصل لبرايس هنا، وتحط نقطه تخيليه، سمي النقطه دي ايا كانت النقطه، حط نقطه كده وخلاص عند البرايس P1، عند نفس البرايس، هو هو. تمام؟ اهو بتمد خط لغايه ما توصل نفس البرايس،
وتنزل لسعر اللي هو ايه اللي هو تنزل لكميه كوانتيتي سبلايد عباره عن الصم بتاع الكميات اللي فاتت 2 و3 و5 يطلع 10، يبقى ده اول نقطه. لو البرايس زاد، اتفقنا لما البرايس بيزيد بيعمل ايه في الكوانتيتي سبلايد؟ In this case quantity supplied will increase، هيشجع المنتج ان هو كمان ينتج اكتر، لما السعر يزيد بقت مغريه انه ينتجها اكتر. فبصوا يا جماعه عند بي 2 مد خط كده، مد خط مد خط مد خط مد خط مد خط. بصوا يا جماعه المنتج الاولاني بقى بينتج كام؟ بقى بينتج 3 بدل 2، يبقى اول حاجه 3، والثاني بقى بينتج كام؟ 5 بدل 3، 7 بدل 5 بالنسبه للمنتج الثالث، جمعهم كده يبقى 3 بلس 5 ده بالنسبة عند بي 2 بلس 7 ايكوال 15 ايكوال 15. يبقى لا يا جماعة اهو هنمد بقى عند بي 2 اهو، مد 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 لغاية ما توصل عند بي 2 وتوصل كده وتنزل عند 15. بقى عندك كام نقطة؟ بقى عندك نقطتين. كل اللي عليك انك تعمل ايه بالمسطرة بتاعتك؟ هتمد خط من النقطة الأولى للنقطة الثانية، طلع لك الاس ام اللي هو السبلاي كير for the entire market for the whole market، هيطلع لك السبلاي كير بتاع الماركت as a whole. تمام. تعالى نشوف سؤال اهو، شويه اسئله صح وغلط انا جايبها لكم من امتحانات سنين 7 عشان برضو تبقى انت استفادتك كامله. اجري اور ديس اجري، ترو اور فولس. اول واحده a movement، بص لازم تقرا الجمل كويس، a movement along the supply curve. انت عارف ان الموفمنت along the supply curve مش بتحصل الا في حاجه واحده بس، ايه هي؟ ايه الحاجه الوحيده اللي قلتها في محاضره النهارده اللي بتعمل موفمنت؟ هو ان يحصل تشينج فين؟ في البرايس. في انه برايس؟ في البرايس بتاع السلعه نفسها، في البرايس بتاع السلعه نفسها. لكن اي عامل تاني لو اتغير مش بيعمل موفمنت، بيعمل شيفتنج على طول. يبقى الموفمنت بالبرايس بتاع الاون برودكت اهو. تعال نشوف is caused by change in prices، بس خلي بالك prices of factors of production. يا جماعه هي الفاكتورز اوف برودكشن ده اللي هو ايه؟ حد فاكر الفاكتورز اوف برودكشن ده اللي هو ايه؟ اللي هي الانبوتس، اللي هي ايه؟ اللي هي الريسورسز، اللي هي بنسميها كوست اوف برودكشن. فاكتورز اوف برودكشن ده كوست اوف برودكشن، وانت خدت ان الكوست اوف برودكشن ده واحد من الخمس عوامل اللي لو حصل تغير فيهم حصل فيهم تشينج، دول مش بيعملوا موفمنت، دول بيعملوا شيفتنج. الفاكتورز اوف برودكشن ده المقصود بيها ايه؟ اللي هي كوست اوف برودكشن، كانت تاثيرها على مين؟ على السبلاي كيرف، ان بتعمل شيفتنج، وكانت تاثيرها على السبلاي كان تاثير نيجاتيف. يبقى هل الفاكتورز اوف برودكشن بتعمل موفمنت؟ لا، دي بتعمل شيفتنج. يبقى الجمله دي جمله ايه؟ غلط. امتى تبقى صح؟ امتى تبقى صح؟ لو شال كلمه موفمنت وحط مكانها شيفتنج تبقى كانت تبقى صح. كوست اوف برودكشن او فاكتورز اوف برودكشن بتعمل شيفتنج مش بتعمل موفمنت. تاني جمله خلي بالك منها لان الطلبه كتير بتتلخبط فيها. A decrease in wage rate، لما تقلل اجور العمال، ريج ويت اللي هو اجر، الاجر، معدل الاجر، of construction workers، أجور عمال البناء، increases، increases يعني يزود، the supply of houses. تعال نشوف مع بعض. أول حاجة خلينا كده نفكر مع بعض. الـ wage of construction workers دول هم مين؟ أنت راجل مقاول مشهور، أنت عندك شركة زي شركة مثلا سي شركة بالم هيلز للتعمير، أو عندك شركة مثلا من شركات المقاولات زي مثلا شركة طارق طلعت مصطفى، شركة طلعت مصطفى للمقاولات. أنت تفترض إنك أنت تمتلك شركة على هذا النهج يعني. جميل؟ فجزء من الكوست أوف برودكشن، جزء من التكلفة اللي أنت بتتحملها عشان تبني عماير وتبني هاوسز هو إيه؟ هو الويج اللي أنت بتدفعها للكونستراكشن وركرز. يبقى الويج اللي بتدفعها للكونستراكشن وركرز ده يعتبر إيه بالنسبة لك؟ ده يعتبر إيه بالنسبة لك؟ ده يعتبر بالنسبة لك كمقاول أنت بتدفع من جيبك أجور للعمال بتوعك. ده بتعتبر بالنسبه لك ايه؟ one of the cost of production. one of the cost of production، ده cost of production. انت عارف ان الكوست اوف برودكشن علاقتها بالسبلاي علاقه ايه؟ علاقه نيجاتيف، علاقه نيجاتيف. فبص بيقول لك ايه؟ a decrease in wage rate of construction worker، لو حصل decrease في الاجور اللي بتدفعها للعمال بتوعك نتيجه ده الماركت هو اللي خفض الاجور بتاعتهم، فانت ده هيحصل ايه؟ يبقى العكس، علاقه عكسيه نيجاتيف، يبقى يحصل increase في supply of houses. اه فعلا العلاقة نيجاتيف، فالعبارة دي عبارة صحيحة مليون في المية. طبعا خلي بالك مرة تانية الـ wage of construction workers ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر cost of production للمقاولين، الناس اللي بتشتغل في المقاولات. فالـ cost of production لما تقل يحصل ايه في السبلاي؟ يزيد. طبعا علاقة نيجاتيف في حالة الـ cost of production. فالجملة دي جملة صحيحة ومهمة جدا جدا جدا. الجملة التالتة دي خدناها في المحاضرة اللي فاتت، بس كانت بشكل مختلف شوية. If a new medical report
states that kiwi is very healthy fruit. فاكرين المحاضرة اللي فاتت لما قلت لكم واحنا بنشرح ان لو طلع تقرير قال ان القشطة، الناس زمان انا فاكر من 20 سنة ما حدش مصر كان يعرف القشطة، وما حدش كان بياكل الكيوي، يعني الناس بص بيفضلوا عند البياع لغاية ما يبوظوا ويتلفوا، ما حدش بيشتريهم، ما كانش الناس بتحبهم، التيستس والبريفرنسز ما كانش حد بيحبهم. فلكن لو طلع اليومين دول نيو ميديكال ريبورت، تقرير طب جديد، وقال فيه ستيتس ذات، قال فيه ايه؟ ان الكيوي او القشطه از فيري هيلثي فروت. ده هيعمل ايه؟ ده يعتبر حاجه اسمها ايه؟ خدناها المحاضره اللي فاتت بتاعت الديماند، ده اسمه تيستس اند بريفرنسز. التيستس اند بريفرنسز ده بتاثر في السبلاي، هل انا جبت سيرت النهارده تيستس اند بريفرنسز؟ لا، ده بتاثر فين؟ في الديماند. يقول لك the supply of kiwi should increase، مش supply يا فندم، مين؟ التيستس اند بريفرنسز اللي هي تعتبر نيو ميديكال ريبورت، لما بتتغير in favor of الكيوي ده يعتبر بيأثر على demand مش supply. ده هو the demand not supply. السبلاي بيتحرك بيتغير نتيجة عوامل، خمس عوامل خدناها النهارده مالهمش علاقة بالتيستس اند بريفرنسز. طبعا انا كاتب لك الجملة غلط اهو، غلط the demand not supply، ادي الجملة بتاعتك جملة غلط. خلي بالك الجملة دي مهمة، جت في امتحان السنة اللي فاتت في الميد تيرم. تعالى بقى نشوف مع بعض يا جماعة النقطة اللي بعد كده، في جايب لك سؤال ام سي كيو وجايب لك جملتين، which is the following increase the supply of wheat، اللي بيزود العرض بتاع الدقيق. تمام، العرض بتاع الدقيق أول حاجة بيقول لك an increase in the price of corn. طبعا خلي بالك البرايس اوف كورن سعر القمح، سعر القمح هو القمح والدقيق، القمح ده يعتبر ايه بالنسبه للدقيق؟ يعتبر انبوتس، يعتبر كوست اوف برودكشن. فالكوست اوف برودكشن هل بالذمه هيحصل فيها انكريز؟ عشان تعمل انكريز في السبلاي، اتفقنا علاقه السبلاي بالكوست اوف برودكشن علاقه ايه؟ نيجاتيف. يبقى عشان يحصل انكريز في السبلاي بتاع الدقيق كان المفروض يحصل ايه في البرايس اوف كورن؟ يحصل فيها ديكريز مش انكريز. يبقى عشان كلمه انكريز الجمله دي تعتبر جمله ايه؟ غلط. يبقى ما ينفعش نختار ايه. B price of inputs used to produce wheat rise. هل يا جماعه ان عشان يحصل السبلاي بتاع الويت انكريز البرايس اوف انبوتس الكوست برودكشن رايز انكريز؟ لا طبعا، لازم يحصل فيها ديكريز. يبقى غلط عشان كلمه ال اي الرايز هي المفروض يحصل فيها، يحصل فيها فول، يحصل فيها عشان نختارها لازم نقول فول او يحصل فيها ديكريز مش انكريز. سي ذا نمبر اوف بروديوسر ديكريزز برضو يقل، عدد المنتجين يقلوا طبعا. لا، عشان يحصل انكريز في السبلاي اوف ويت لازم نمبر اوف بروديوسرز انكريز مش ديكريز. يبقى دي برضو كمان غلط. يبقى A و B و C و D الثلاثة غلط لغاية دلوقتي. دي productivity improves because of using new fertilizers، اللي هو البرودكتيفيتي او التكنولوجي طبعا لازم يكون improves. improves mean increase، ان يحصل تحسن في الانتاج نتيجه نيو فيرتلايزرز اللي هي السماد افضل، اللي هو اسمده افضل، كل ما تستخدم اسمده افضل تكنولوجي افضل ده هيعمل ايه في السبلاي ويل انكريز. يبقى الاختيار الصحيح هو مين؟ هو دي. تمام. السؤال الثاني رايت وورد شيفت. رايت وورد شيفت يعني معناه ان يحصل فيه انكريز في السبلاي فور بيتزا، للبيتزا، المنتجين بتوع البيتزا عشان يزودوا الانتاج بتاع البيتزا. كود بي كوزد باي a decrease in price of cheese. طبعا ليه decrease؟ لا طبعا العباره دي صح. ليه؟ لان يا جماعه البرايس اوف تشيز الجبنه، سعر الجبنه بالنسبه للبيتزا ايه؟ ده يعتبر كوست اوف برودكشن. فعشان يزيد انتاج البيتزا او يزيد السبلاي بتاع البيتزا لازم الكوست اوف برودكشن يحصل فيها decreasing. هنلاقي ان ايه هي الاجابه الصحيحه. حضرتك لو فنط بي وسي ودي انا من غير ما احللهم هتلاقي ان هم غلط، وانت اول واحده اصلا صح، يبقى خلاص مش هنختار غير هي اول واحده. طبعا السلايد اللي جايه الاخيره هنلاقي فيها اسئله اضافيه وانا حللها صح وغلط. عايزك تعرف بس ان شاء الله المحاضره بتاعت يوم السبت ان شاء الله هي هنشرح الجزء ده ان شاء الله هيبقى لايف، بس انا برضو حبيت اسجل لك الفيديو عشان الاثنين يبقوا شغالين مع بعض. ان شاء الله المحاضره هتبتدي لايف من الساعه 11. تمام، اخر ساعه ان شاء الله هسيبها لحضرتك او هسيب لك ساعه كامله عشان الايه؟ عشان الكويز. الكويز ان شاء الله هيبقى فيه كويز على اخر ساعة، وهيبقى الكويز بيغطي ايه؟ مش بيغطي المحاضرة بتاعت النهاردة اللي هي في الفيديو ده، لكن هيغطي ان شاء الله المحاضرات اللي فاتت. تمام؟ وتحديدا المحاضرات اللي كانت المحاضرة رقم 3 ورقم 4،
يمكن دول اللي هو التركيز عليهم اكتر، لكن لا يمنع برضه ان انا ممكن اجيب لك سؤال في اول محاضرتين يعني، المهم ان بيغطي كل المحاضرات اللي فاتت باستثناء محاضرة النهارده. تمام، يلا ان شاء الله اشوفكم لايف يوم السبت ان شاء الله الساعة 11، الساعة 11. تعالى شوف الجملة السؤال اللي بعد كده اهو، بيقول لك the price of hard drives، the price of hard drives اللي هما الهارد ديسك اللي انت بتلاقيه موجود في الكمبيوتر في اللابتوب وخلافه. used in producing، بص used in producing، الهارد درايفز دول بيستخدموا في انتاج اللابتوب كمبيوترز. يعني انا لو انا مثلا شركه زي شركه ديل، شركه زي شركه سوني، شركه زي شركه اتش بي اللي بينتجوا اللابتوبات، عشان يعملوا برودكشن لللابتوب محتاجين هارد درايفز. يبقى الهارد درايفز ده يعتبر ايه؟ يعتبر انبوتس لللابتوب، صح؟ يعتبر كوست اوف برودكشن لللابتوب، مش كده؟ بيقول لك if the price of hard drives used in producing laptop has risen، has risen يعني ارتفع، increased، يبقى معنى كده ايه؟ ان الكوست اوف برودكشن الهارد درايف ده يعتبر كوست اوف برودكشن، يعتبر انبوتس برايسز بالنسبه لللابتوب كمبيوترز. لو الكوست اوف برودكشن زادت يحصل ايه في اللابتوب كمبيوترز؟ طبعا على طول اللابتوب كمبيوترز السبلاي بتاعهم يحصل في decreases، لان العلاقه في الكوست اوف برودكشن بتكون علاقه نيجاتيف. يبقى انا بص، يبقى انا هدور على حاجه تدور على ان السبلاي decreases اهو، increase the supply برضو، هل الكوست اوف برودكشن لما بتزيد يزيد السبلاي؟ لا، ده علاقه نيجاتيف في الكوست اوف برودكشن، ما ينفعش نختار ايه. increase the quantity supplied، الكوست اوف برودكشن مش بتاثر في الكوانتيتي سبلاي، الكوست اوف برودكشن بتاثر في السبلاي. الكوانتيتي سبلاي بتتغير مين؟ مين اللي بيغير في الكوانتيتي سبلاي؟ مش الكوست اوف برودكشن، البرايس. ما ينفعش نختار لا بي ولا سي، الكوست اوف برودكشن مش بتاثر في الكوانتيتي سبلاي، بتاثر في السبلاي. decrease the supply of laptop computers، اه هي دي الاجابه الصحيحه واللي تشوز دي، this tend to decrease the supply of laptop computers. يبقى لو الكوست اوف برودكشن بتاعت الهارد درايف زادت اللي بيستخدمها في انتاج اللابتوب، انتاج اللابتوب بالسبلاي بتاع اللابتوب يحصل له ايه؟ decrease. نختار الاجابه دي. تعالى نشوف ادي شويه اسئله ثانيه زياده برضو، التكرار يعلم الشطار زي ما انتم عارفين. True or false، صح وغلط. A rightward shift of supply curve، بص يا جماعه كلمه rightward shift ده معناه ايه؟ ان السبلاي، انت فاكر لما جيت رسمت معاك في بدايه المحاضره قلت لك ايه؟ لما نقول supply shifts right ده معناه ان السبلاي حصل فيه ايه؟ ده معناه ان السبلاي حصل فيه increases، supply increases، ده supply زاد. If a rightward shift of supply curve or computers could be caused by an increase the price of computers، ذمتكم هل ال price of computers ليه تأثير على السبلاي اوف كمبيوترز؟ خالص. البرايس اوف كمبيوترز مش بيأثر في السبلاي اوف كمبيوترز، بيأثر على ايه؟ قلنا البرايس بيأثر على ايه؟ على الكوانتيتي سبلايد. بيأثر على الكوانتيتي سبلايد، مش بيأثر على السبلاي. البرايس بتاع الحاجة مش بيأثر على السبلاي، بيأثر على الكوانتيتي سبلايد. يبقى نقول اهو لو حصل انكريس في البرايس اوف كمبيوترز، ده هيأثر على الكوانتيتي سبلايد اوف كمبيوترز، ان هيزودها فعلا، لان العلاقه بوزيتيف بين البرايس والكوانتيتي سبلاي، لكن ملوش تاثير على السبلاي اصلا. فالجمله دي جمله ايه؟ غلط. الجمله دي جمله غلط. يبقى اول واحده جمله غلط. الجمله الثانيه the increase in cost of producing cars، لو cost of production بتاعت الكارز زادت reduces the demand، هل cost of production لها تاثير على الديماند؟ يا جماعه لا، الكوست اوف برودكشن بتاثر على مين؟ على السبلاي، بتأثر على السبلاي وبيكون العلاقة نيجاتيف. يعني لما الكوست اوف برودكشن تزيد السبلاي يحصل له ايه؟ يقل. هو ريديوسز فعلا ذا، بس مش ريديوسز ذا ديماند، ريديوسز ذا سبلاي. يبقى الجملة دي جملة غلط. المفروض ريديوسز ذا سبلاي مش ديماند. الكوست اوف برودكشن النهاردة اتكلمنا ان ده one of the factors which could make shifting in supply not demand. طب رقم ثلاثة، الجملة الثالثة introducing new technology، بص يا جماعه التكنولوجيا اتحسنت زادت، التكنولوجيا لما تزيد بيعمل ايه في السبلاي؟ بيزودها، صح كده؟ to produce CDs، انا في تكنولوجيا جديده عشان انتج CDs، يبقى على طول السبلاي اوف CDs يحصل له ايه؟ يزيد، صح؟ والسبلاي بتاع CDs لما يزيد، انتاج السيديهات لما يزيد، انت فاكر السبلاي بتاع السيديهات لما يزيد بينتقل فين؟ ينتقل ناحيه الرايت ولا الليفت؟ الرايت، هنحركه ناحيه الرايت، شوف ايدك اليمين فين؟ قلت لك رايت وورد او داون وورد، يعني كلمه داون وورد هي نفسها رايت وورد، ولما اتحرك رايت وورد او داون وورد معناه ان هو حصل له ايه؟ زاد اهو، شيفت ذا سبلاي اوف سيريز داون وورد، داون وورد يعني رايت وورد يعني زاد. الجمله دي جمله صحيحه مليون في الميه، الجمله دي جمله صحيحه مليون في الميه، الجمله دي جمله مهمه جدا وجمله صح. Introducing new technology
اثره على السبلاي انه هيزوده، والسبلاي لما يزيد يتحرك رايت وورد، ورايت وورد هي نفسها داون وورد. الجمله دي جمله صح، جمله ثلاثه جمله صح. جمله اربعه، the law of supply indicates that is positive relationship. If فعلا the law of supply we have positive relationship between price of any product and its supply decay. Law of supply رجع لك كده في بدايه المحاضره تلاقي لك ايه؟ indicates a positive relationship between the price of any good and its quantity supplied. مش its supply. its quantity supplied مش supply. ال price of supply. مش sorry مش ال price of supply، price of quantity supplied. يبقى الجمله دي جمله غلط. law of supply علاقه بين price و positive وال quantity supplied مش ال مش ال supply. number 5 رقم 5 a decrease in price of ink. الجمله دي مهمه جدا 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 جدا. نصيحه ليك اكتب معايا الملحوظه دي. اكتب معايا الملحوظه دي. على فكره السؤال ده انا شفته في امتحانات جامعات اجنبيه كتير جدا، يعني انا عملت تشيك كده على كام جامعه اجنبيه لقيت ان السؤال ده بيجي في امتحانات كتيره جدا، وبيجي عندنا، جه عندنا قبل كده، جه عندنا قبل كده. ده مهم جدا 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 جدا. على فكره ده جه في امتحان السنه اللي فاتت عندنا على فكره، صحيح كان موجود في امتحان المايكرو ايكونومكس السنه اللي فاتت. بص يا جماعه، الانك يوز تو برنت تكست بوكس. الانك الحبر اللي بيستخدم في انتاج، في طباعه، تو برنت تو بروديوس تكست بوكس، يعني ايه؟ اللي هم الكتب المطبوعه. لو انت عندك دار نشر الكتب المطبوعه وبتستخدم انك حبر تو برنت تكست بوكس، يبقى الانك بالنسبه لك يعتبر اسمه ايه؟ هل ينفع تطبع الكتب من غير انك؟ لا. يبقى الانك بالنسبه لك بالنسبه للكتب اللي انت بتطبعها يعتبر ايه؟ اسمه كوست اوف برودكشن. خلي بالك الانك يعتبر وان اوف ذا كوست اوف برودكشن تو برنت تكست بوكس، تو بروديوس تكست بوكس. خلي بالك. يبقى يقول لك a decrease in price of ink. لما يحصل decrease في price of ink يبقى ده الانك يعتبر one of the cost of production. يبقى الكوست اوف برودكشن حصل لها ايه؟ قلت. انت خدت ان الكوست اوف برودكشن تاثيرها نيجاتيف يعني عكسي. يبقى يحصل ايه في السبلاي بتاع التكست بوك؟ السبلاي اوف تكست بوك ويل انكريز. سبلاي اوف تكست بوك ويل انكريز. اهو لما الكوست اوف برودكشن البرايس بتاع الانك يقل السبلاي اوف تكست بوك ويل انكريز يزيد. بيقول لك ويل ديكريز؟ لا طبعا مش ويل ديكريز، ويل انكريز لان هي نيجاتيف ريليشن شيب. ده يقل التاني يزيد. ذا تكست بوك مش كوانتيتي ديماندد، غلط. ويل انكريز ذا تكست بوك سبلاي. سبلاي الجمله دي مهمه جدا جدا. افتكر ان الانك يعتبر كوست اوف برودكشن بالنسبه للتكست بوكس، والعلاقه ما بين الكوست اوف برودكشن والسبلاي علاقه نيجاتيف ريليشن زي ما قلنا في المحاضره. الجمله دي جمله غلط. غلط ليه؟ عشان كلمة decrease لا، المفروض increase، والمفروض مش quantity demanded، المفروض دي quantity، المفروض supply مش quantity supplied حتى، المفروض supply. اوكي، ادي الجملة دي جملة غلط. بنفس المنطق ده انا عايزك تشوف بقى الاسئلة دي معايا. دي اسئلة، ده واجب، انا ده اعتبره هوم وورك. show using graph each of the following. ده انا هيحل معاك رقم واحد، وانا عايزك تحل التانية والتالتة. وريني كده انت بنفسك بقى بتحل ازاي يعني. ده show using graph، compare between، قارن بين decrease in supply and decreases in quantity supply. طبعا انت عشان تقارن ما بتقارنش في نفس الرسمه، فانت تقوم قايل ايه؟ اول حاجه decrease in supply، تعملها ازاي؟ اهو هتقول له دكتور احمد decrease in supply اهو، ادي الكوانتيتي سبلاي تحت زي ما انت ما قلت لنا في المحاضره اهو في اللايف اللي قعدنا فيه 3 ساعات، وادي البرايس، وادي تقوم قايل لي decrease in supply، ادي السبلاي كان عند S1. ال decrease in supply يبقى supply shifts left. يبقى حضرتك تعمل ايه؟ decrease in supply، ان supply وتوريني بالرسم supply shifts left، تعمل لي بالمسطره بتاعتك supply جديد ناحيه الشمال وان supply shifts left اهو، ده decrease in supply. يبقى ده الرسمه الاولى decrease in supply وريناها. decrease in quantity supply تعمل ايه بقى؟ تعملها في رسمه ثانيه اهو. decrease in quantity supplied ادي Q، quantity supplied QS، quantity supplied لما يحصل فيها decrease ادي البرايس. decrease in quantity supplied تعمل ايه؟ ادي السبلاي كيرف، ادي السبلاي كيرف. decrease في الكوانتيتي سبلاي بيحصل فين؟ لما نعمل موفمنت داون، فتقوم قايل لي والله ادي البرايس كان بي 1 وعنده ادي الكوانتيتي سبلاي كانت كيو اس 1 كوانتيتي 1 اوكي كيو 1 كيو كوانتيتي سبلايد 1. لما البرايس يقل يبقى عند بي 2، لما البرايس يقل يبقى عند بي 2 يقل يحصل ايه؟ بص اخبط هنا تلاقي نفسك حصل ايه في الكوانتيتي سبلايد؟ quantity supplied will decrease from QS1 to QS2 from QS1 to QS2. عايزك انت بقى تجرب 2 و3، جرب فيهم
انا كده اهو، رغم ان احنا طلعنا 3 ساعات مع بعض على اللايف، الطلبه اللي حضرت معايا مشكوره، انت عارف ان انا بطلع لايف، وعملت لك في اخر نص ساعه كويز، رغم كده كررت لك فيديو اهوت. على الله اوعك تقل درجه في الامتحان بتاع المايكرو ايكونومكس. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضره رقم 5 باذن الله.